ليلة الزواج هي ليلة العمر كما يطلق عليها الناس، فماذا يفعل العروسان في هذه الليلة المباركة من خلال التصور الإسلامي؟ جاء في كتاب الأذكار للنووي: إذا أدخلت الزوجة على زوجها ليلة الزفاف استحب أن يسمي الله تعالى ويأخذ بناصيتها، أي مقدم رأسها، وقد يحل محل ذلك الأخذ بذراعها، ويقول: بارك الله بكل واحد منا في صاحبه. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وفي آثار عن السلف أنه يسن عند دخول العروس صلاة ركعتين ليبارك الله الزواج. ومن الخير أن يكون هناك حديث بالترحيب وإفصاح كل منهما عما يحبه من الآخر حتى يأتيه، وما يكرهه حتى يبتعد عنه. ومن أعجب ما قرأت في ذلك أن شريحا القاضي بالكوفة المتوفى 75 هجرية، لما دخلت عليه زوجته زينب ومد يده إلى ناحيتها قالت له: على رسلك يا أبا أمية، إن امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأزدجر عنه. وقالت: إنه قد كان لك في قومك منكح أي زواج، وفي قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. فرد على كلامها بكلام جاء فيه: إنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا ونحن جميع فلا تفرقي، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. ثم سألته عن زيارة الأهل لها، وكذلك عن معاملة الجيران، والحكاية مذكورة في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وهي صورة ينبغي أن يحتذيها من يريد الخير والسعادة لحياته الزوجية، يتعودها كل من الزوجين على هدى وبصيرة، لا كما يعرف عن بعض الجاهلين المعاصرين أن يذبح العريس قطة أمام العروس عند دخولها عليه حتى تخشى بأسه وترهب غضبه وتعيش مطيعة له خائفة. إن الجهل بأدب الإسلام مصيبة تجر وراءها النكبات، وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام فيها توضيح لما ينبغي أن يكون في شهر العسل، وهو أول خطوة في مشوار الأسرة الطويل. والله أعلم.